السيد الوزير، السيد العام، السيد الكاتب العام، السيد رئيس لاكومادير، السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهات الرباط، السادة النترا، السادة رؤساء الغرف، السادة رؤساء التنظيمات المهنية، السادة رؤساء الجمعيات، السادة المنتخبون، السيد رئيس المدير العام للمجموعة الفلاحية، السيد رئيس المدير العام من تعرض من الفلاحية التقنية، السادة المدراء، السادة الفلاحون، حضر السيدات والسادة، تحية للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. بداية اسمحوا لي أن أشكر السيد الوزير على مبادرته لعقد هذا اللقاء الهام بهذه الجهة الفلاحية بامتياز، حول اللقاء حول انطلاقة رسمية للموسم الفلاحي الجديد، والإعلان المبكر عن تدابير متخذة لإنجاح لما لهذه العملية لعملية الحظ المبكر من انعكاسات جد إيجابية على جودة ومردودية المحاصيل الزراعية. السيد الوزير، جرت عادة في مثل هذه المناسبات أننا نستحضر الموسم الفلاحي الفارض، والذي تميز بظروف مناخية غير مناسبة أثرت إلى حد كبير على جودة ومردودية الإنتاج الوطني، وما واكب ذلك من صعوبات خلال عمليات التسويق والتثمين للمنتوجات الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالسوق الداخلي الذي يتحمل ترك الجزء الكبير من هذا الإنتاج، والذي هو أساسا في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة والتنظيم، أو تعلق الأمر بأسواقنا الدولية الفعلية، والتي بدورها أضحت تعرف حضور قوي لدول منافسة صاعدة كمصر وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي. كل عوامل السيد الوزير أثرت خلال الموسم المصري على دخل الفلاحين وعلى التوازنات المالية والمالية للمقاولة الفلاحية. السيد الوزير، حضرة السيدات والسادة، اللقاء كذلك ومناسبة لاستحضار الرؤية الملكية السديدة بخصوص القطاع الفلاحي والمضمنة ضمن الخطاب السامي لافتتاح الدورة الخارجية للبرلمان سنة 2018، حيث أكد جلالته على انفتاح وتقوية طبقة فلاحية وسطى والإنصاف صغار الفلاحين، وإلى تأسيس المكاسب المحققة في القطاع الفلاحي، وأن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القاري. ونسي الوزير، حضرة السيدات والسادة، استحضر لقاء مراكش ولقاء السفيرات حول الحصيلة والتقييم، حيث وقفنا كمهنيين وكممثلين منها على الحصيلة الإيجابية بالأرقام وبالملموس، رغم الإكراهات على مستوى جل سلاسل الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالدعم الأولى أو الدعم الثانية، خصوصا على مستويات عالية الإنتاج وهيكلة القطاع الفلاحي وتطوير الفلاحة المغربية. كما تبين أننا أمام مشهد فلاحي جديد، إنتاج لتدخلات ومشاريع مخطط للمغرب الأخضر، وتبين كذلك أنه من أجل استثمار الأمثل لهذه الحصيلة الإيجابية
ومن أجل استدامة المشاريع المنجزة. وحتى لا ينعكس وفرة، لا تنعكس وفرة وتنوع الإنتاج الذي هو إنتاج مخطط المغرب الأخضر على داخل الفلاحين، فإن المهنة وجميع القطاعات الحكومية المختصة ملزمون وفي إطار توجيهات الملكية السامية المضمنة ضمن خطاب سامي لعيد العرش الأخير، مطالبون بمواصلة العمل، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمواصلة الجهود وترصيد المكتسبات واستكمال مسيرة الإصلاح في أفق بلورة نسخة ثانية مخطط المغرب الأخضر تتماشى مع مستجدات وتراعي المتغيرات ومبنية على الانسجام والتكامل والالتقائية مع مخططات قطاعية كبرى والتي ستشكل لنا حالة عماد النموذج التنموي الجديد لبلادنا. السيد وزير حضرة السيدات والسادة، حتى تأخذ هذه الرؤية استراتيجية باش القطاع الفلاحي يستمر في البذل والعطاء كقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعامة الاقتصاد الوطني، قطاع منتج مدير للدخل موفر فرص الشغل، لابد أن هذه الرؤية تأخذ أساسا للمجالس الثانية وحسب على حسب الأولوية. أولا تدهور الموارد المائية السطحية والجوفية. سيد الوزير، ضرورة التعجيل بتحسين العرض المائي ومعالجة العجز الكبير الحاصل بين العرض والطلب حول الماء، واستمرار وذلك من خلال ضبط وتهيئة وتنمية وتثمين جل مياه الأمطار، واستمرار البرنامج الوطني لاقتصاد المياه السقي ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في القطاع الفلاحي، وتدعيم الفرشاة المائية وإنجاز برامج تحوية ثانية الكلفة التقنية، في انتظار توفر الإرادة السياسية لدعم استثمارات الطاقة الشمسية. أكثر من 3 ساعة ديال الشمس في السنة، فإننا نبلوغ من أجل دعم تنافسية المنتج الوطني إلى إقرار تمويل خاص لاستثمارات الطاقة الشمسية بتحفيزات خاصة مع حذف الضريبة على القيمة المضافة لدعم تنافسية المنتج الوطني. النقطة الثالثة تتعلق بالتسويق، وهذا السيد الوزير واش كبير وإن شاء الله الرحمن الرحيم سيشكل أهم واش خلال هذه المرحلة الثانية. وما يمكنناش، لأن مخطط المغرب الأخضر جاء المردودية جاء الإنتاجية كذلك يخصو إجراءات مواكبة على مستوى السافلة الإنتاج. وما يمكنناش السيد الوزير نتحدو على التسويق إذا ما تحدوش على الجميع، لأن الجميع هي الآلية الكفيلة بالإجابة على جميع الإشكالات المرتبطة بالتسويق والتسمين وكذلك جودة المنتجات. ضرورة تأمين الجميع على جميع المنتجين في جوج سلاسل، أولا لتمكينهم الاستفادة من مجال التجميع وهي كثيرة، وثانيا لتمكينهم من ضمان تسويق وتثمين منتجاتهم في أحسن الظروف، مع إعمال مبدأ رابح من خلال الحرص على التوزيع الديمقراطي للعمليات الممتازة في إطار التجميع بين المجمعين وبين المجمعين، حتى لا يكون الفلاح الصغير هو الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة. ولأن كذلك المجمعين سيد الوزير هي الفئة التي تتوفر
لآليات خروج الأسواق الوطنية والدولية وتتوفر الإمكانيات المالية لمواكبة الفلاح المجمعين، وتتوفر كذلك على طاقة تقني لمواكبة عمليات إنتاج عند المجمعين. طبعا الحال أجري ستواكب تشجيع استثمارات جيل جديد من الاستثمارات تخص أساسا سافلة الإنتاج لمعالجة فائدة الإنتاج وللرفع من القدرات ديال التخزين ديال التبريد ديال التحويل ديال التلفيل ديال التصنيع لمعالجة فائدة الإنتاج وضبط إشكالية العرض والطلب التي يعاني منها أساسا صغار الفلاحين، وكذلك للحفاظ على جودة المنتوجات. السوق الداخلي، إذا التسويق كاين جميل، كاين السوق الداخلي، كاين السوق الخارجي. السوق الداخلي سيد الوزير أدى عائق كبير أمام تطوير الفلاحة المغربية وأمام تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية. إذا ضرورة تنظيم السوق الداخلي وهيكلة أسواق الجملة والقطع مع المضاربين اللي هما اللي كيستافدوا من هاد الوضعية. المضاربين اللي كياخدوا خارج إطار نظامي وما تيديوش واحد المجموعة ديال التكاليف اللي تتبع الفلاحة، وأكثر من ذلك تيسمو المستهلك أنه يأخذ منتجات فلاحية خمسة مرات وبعض المرات باش باع الفلاح، وكذلك عائق كبير أمام تنزيل الإجراءات الضرورية للجودة مع المضاربين. يصعب هذه العملية، فالإطار ندعو إلى إقرار جودة خاصة بالمستهلك المغربي ومسار تتبع مضبوط خاص السوق الداخلي لتمكين المواطن المسلم المغربي نفس الضمانات التي تتبعها وتستخدمها المستهلك خارج الوطن. السوق الخارجي، السوق الداخلي ما بلاش نطلبوا فيها سي الوزير، تحدث في عدة مرات، وهذا السوق تيهم وزارة الفلاحة، تيهم عدة وزارة متداخلة، تيهم كذلك عدة أطراف في الجميع خلال المرحلة نتعاونوا باش نخرجوا من هذه المسألة ديال السوق الداخلي. لأن بعض المنتوجات تتجاوز 70% من الإنتاج الوطني اللي تتمر على هذه الأسواق، وفيها ماشي العرض والطلب اللي كيحدد الثمن بل منطق المضاربي. السوق الخارجي، السوق الدولية الخارجية سي الوزير هي اليوم تتميز بحضور قوي لدول منافسة كمصر وتركيا، والدول تستفيد من إمكانيات مائية مريحة، تستفد خلال عمليات صرف من العملة نازلة، تستفد من دعم كبير من طرف دعم القطاع في الدول، لأنها إما على شكل تخفيض ضريبي أو على شكل إعانات مباشرة. إذن تبقى المتنفس لنا هو السوق الإفريقي، ضرورة الإسراع بتنزيل اتفاقيات في إطار نظامي مع السوق الإفريقي، أقرب سوق، أسهل سوق متنفس لهذا الإنتاج اللي جمع مختبر بالأخضر واللي إن شاء الله راح نرحل في تزايد المستقبل. بعد التسويق تيجي المشكل تتعلق بمواكبة ودعم المنتجين للاشتغال داخل تكتلات وتنظيمات مهنية حتى يشكلوا واحد القوة اقتراحية ويشكلوا كذلك قوة تفاوضية خصوصا خلال عملية البيع. سي الوزير ما تفوتنيش الفرصة كيف سبق السلام ديالي أنه استحضروا الشريكين التقليديين للقطاع الفلاحي المختلط بالأخضر باش نقولوا
لأن اليهود جاد ونشكور دائما متواصلة إلى جانب المهنة والمهنيين. ويكفي أن التعرض في رحلة التنين أنه هذا السنة أجلت بصفة وضاف ديال المؤمنين المسلمين وضاف ديال التنين اللي تزوجات 500 مليون ديال الدرهم. القرن الفلاحي كذلك كان في بداية خصوص هذه الست سنوات السابعة وكان سيدنا السيد الوزير من هذا البر نسيتو نطلبو من مؤسسة القرن الفلاحي نظرا للصعوبات اللي عرفت الموسم الفلاحي أنه يعملوا على تأجيل مستحقات الحلل الفلاحين وكذلك على تلين المعاملات المالية. وهنا الشكر واجب للسيد الوزير ومن خلاله السيد الكاتب العام وجميع أطر وموظفي ومدراء وزارة الفلاحة على مجهوداتهم الجودة وعلى النتائج الجودة المحصلة عليها رغم إكراهات. نتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة سنة خير وأن تعم أرشاء بلادنا أمطار كافية ومنتظمة، أمطار من شأنها المساهمة في الحد من تدهور الموارد المائية الصحية والجوفية وكذا الرفع من واردات الشدود التي تعرف نقصا حادا منذ عدة سنوات. سيد الوزير، حضرة السيدات والسادة، شكرا لانتباهك. معالي الوزير، معالي وزير الفلاحة.